لابد أن تكون لكم خطوات قادمة، هل لك أن تقول لنا ما هي خطواتكم القادمة وما هي أوراقكم التي ستستخدمونها في الانتخابات القادمة؟ طبعاً حركة امتداد لحد الآن يعني هي في مرحلة انتقالية ما بين المرحلة التأسيسية للحركة والمرحلة الانتخابية. يعني بعد أمامنا عقد مؤتمر عام إن شاء الله بالأيام القريبة، يعني القليلة القادمة. بعد هذا راح يكون لنا قرار. نحن الآن بين المشاركة وعدم المشاركة. عدم المشاركة طبعاً إلى أسبابه، والمشاركة لها أسباب. عدم المشاركة قد تكون بأسباب أنه لا زال المال السياسي متحكم بالمشهد السياسي، قانون الانتخابات مجحف جدا ولا يعطي أي بصيص أمل للحركات الناشئة والمستقلين، الميليشيات موجودة لحد الآن تحت مسميات رسمية، السلاح المنفلت موجود، الضغوط، تبديل رئيس المفوضية، الكثير من الأسباب اللي ممكن أن نسوقها لعدم المشاركة. والمشاركة أيضا هو عدم ترك الساحة السياسية للأحزاب الفاسدة. فالاحتمالين موجودة لدينا عند حركة امتداد، لكن ننتظر عقد المؤتمر الانتخابي الأول أو المؤتمر العام لحركة امتداد.